الحقيقة إن الغذاء المناسب في فترة الحمل ده موضوع مهم جدا، لأن الحقيقة الغذاء المناسب، ولما بنقول كلمة مناسب ما نقصدش بيها الكم، نقصد بيها الكم بس الأهم منه الكيف، نوعية الغذاء بلا شك إن هي بتأثر تأثير مباشر وغير مباشر على الحمل، بتأثر على الأم، بتأثر على الجنين. في بالنسبة للغذاء المناسب في عادات غذائية مش كلها بالضرورة غلط، إنما في جزء كبير منها غلط وخاطئ، ويمكن في معلومات بتوصل ما بتكونش دقيقة وبتؤدي إلى بعض الأخطاء في فهمنا للغذاء المناسب في فترة الحمل. طبعا مفيش اختلاف على ان بعض انواع من المكونات الغذائية في فترة الحمل مهمة، زي الفيتامينات، البروتينات، كل الكلام ده مظبوط. انما لما بنيجي ننقل الكلام ده لأرض الواقع ونقول السيدة المفروض ان هي تتناول انواع معينة من الأطعمة، هو ده المطلوب ان احنا نوضحه، لان طبعا بيبقى وجود البروتينات في انواع معينة، الفيتامينات في انواع معينة من الأطعمة، كل ده ما بيبقاش واضح قوي. في قواعد عامة، وفي طبعا كل سيدة أثناء فترة الحمل بيبقى لها احتياجات خاصة بناء على ظروفها هي وبناء على احتياجها بالنسبة للحمل. يعني مثلا السيدة اللي بتكون حملت كذا مرة بيبقى محتاجة كمثال يعني ان هي يبقى نسبة الغذاء يحتوي على كمية وفيرة من الكالسيوم، لانه جزء كبير من الكالسيوم بيبقى يستهلك او بيستنفذ منها في مرات الولادة اللي قبل كده. بالدرجة برضو بنفس الدرجة من الأهمية الغذاء اللي يحتوي على كمية مناسبة من الحديد، ويمكن ده مطلوب لكل السيدات، وبالنسبة برضو للسيدة اللي هي مفيش فترة طويلة ومناسبة بين الحمل والتاني. يعني بعض أوقات احنا بننصح طبعا ان بيكون في فترة راحة او فترة بين الحمل والحمل اللي بعديه، الفترة دي ممكن تكون سنتين، ممكن تكون اطول، انما ما تقلش عن سنتين على اساس ان الجسم يلحق ان هو يجدد المتطلبات اللي هي مطلوبة منه علشان يستخدمها في فترة الحمل. كل الكلام ده لازم ان احنا نلقي عليه الضوء ويبين أهمية التغذية السليمة ودور الغذاء في فترة الحمل على الأم وعلى الجنين. هل أنا محتاجة للزيادة في كمية الطعام أثناء فترة الحمل؟ زيادة كمية الطعام في فترة الحمل هو شيء طبعا مطلوب، بس هو يعني مش المطلوب ان هو يبقى زيادة وخلاص بكميات كبيرة وخلاص، انما الزيادة بتبقى مطلوبة في حاجات معينة، وفي حاجات معينة بتبقى الزيادة فيها بالعكس يعني مش مطلوبة، ويمكن اوقات بتبقى مضرة. يعني مثلا كمثال البروتينات بيبقى مطلوب الزيادة فيها، في حاجات زي الفيتامينات برضو بيبقى مطلوب الزيادة فيها. لما بنيجي نتكلم على حاجات النشويات والكربوهيدرات والحاجات اللي هي السكريات بصفة عامة، طبعا هو مطلوب الاعتدال فيها، ما بيكونش الكمية بتاعتها مطلوب انها فيها زيادة، انما على الاقل ما بنقولش انها تقل. انما في حاجات زي الحاجات الحوادق اللي فيها املاح كتير، الحاجات الحريفه، الشطه والحاجات دي، لا مطلوب ان يبقى الكميه اللي بتتاخد منها على الحمل قليله، ان ما كانش كمان اوقات بننصح بعض السيدات اللي هم عرضه للاصابه بارتفاع ضغط الدم اثناء الحمل او يعني تسممات الحمل انهم يقلعوا او يكفوا عن انهم ياخدوا الحاجات الاطعمة اللي فيها كميات ملح كبيرة، زي السمك المملح، زي الاكل نفسه لما يكون فيه درجة كبيرة من الملح. انما بصفة عامة معظم انواع الغذاء بتبقى مطلوب زيادة منها، مع استثناءات بسيطة زي ما قلت اللي هي الاملاح وزي ما الشطة والحاجات اللي زي كده، دي بننصح السيدة ان هي تقلل منها. الفيتامينات، الحاجات اللي موجودة في الفاكهة والخضار، كل ده مطلوب الزيادة منه، لأن الحمل بيحتاج زيادة في الحاجات دي، طبعا بتبقى فيها متطلبات زيادة على الأم. يمكن لو اتبعت نفس الغذاء أو نظام الغذاء اللي هو كان قبل الحمل ما تقدرش توفي الزيادة في الطلب عليه. هل هناك أضرار من عمل رجيم أثناء فترة الحمل؟ هل الرجيم بيبقى صحي؟ هل بيبقى مفيد؟ هل ما نعملش رجيم؟ بصفة عامة الاتباع بتاع نظام غذائي سليم يمكن ان هو في فترة الحمل يغنينا، يمكن طبعا كمان قبل فترة الحمل ومع فترة الحمل، بيغني عن ان هو السيدة نفسها
تسأل ان انا اعمل ريجيم فترة الحمل. النظام الغذائي اللي هو فترة الحمل لو كان نظام سليم ممكن يغني عن الريجيم خالص، لان هو بالنسبة للريجيم بيبقى المتطلب فيه او المطلوب فيه ان هو انقاص الوزن، يعني الحاجات اللي هي فيها سكريات فيها نشويات بيبقى مطلوب الحد منها، وده احنا في فترة الحمل بنقول ان هو مش عاوزين زيادة فيه، وده يمشي مع نظام الريجيم. انما الحاجات اللي هي فيها بروتينات ده مطلوب الزيادة فيها، وهي بصفة عامة البروتينات الاستهلاك بتاعها واكلها الطلب في البروتينات او تناول البروتينات في اثناء فترة الحمل ما بينتجش عنه زيادة في الوزن. يمكن جزء كبير من الزيادة في الوزن بتاع السيدة الحامل بينتج عن نوع من انواع ان في تجمع للسوائل وتجمع وزيادة في كمية الدم وانتاج الدم في جسم السيدة الحامل، يمكن ده اللي بيزود الوزن اكتر منه من انواع الاغذية اللي بتتناولها. انما يعني عشان برضو الامور ما تكونش يعني فيها لبس، بنقول انه ريجيم كريجيم مش مطلوب وقت الحمل، انما مطلوب نظام غذائي سليم تحت اشراف طبي، ومطلوب زيادة من الفيتامينات زيادة من البروتينات، ودولت في حد ذاتهم الزيادة فيهم ما بيزودش للوزن بتاع السيدة الحامل. ايه هو نوع الاكل اللي فيه فيتامين وحديته بروتين اثناء فتره الحمل اقدر اكله؟ لما نيجي نقول بالنسبه للفيتامينات، الفيتامينات موجوده بصفه عامه في الخضار، الفواكه، بعض انواع الفيتامينات موجوده في حاجات زي يمكن الاطعمه اللي هي ما بتطبخش اللي هي الاطعمه الفريش، كل انواع الخضار بصفة عامة، كل انواع الفاكهة كلها بيبقى فيها فيتامينات، اللبن بيبقى مليء بالفيتامينات بصفة عامة. الفيتامينات اللي هي موجودة من مصادر طبيعية زي في الفاكهة زي الخضار دي بتبقى مهمة جدا، والجسم بيقدر ان هو يستفيد منها بشكل كويس قوي. برضو جزء من الفيتامينات اوقات الطبيب بيضطر ان هو يتدخل ويعطي جزء من الفيتامينات للسيدة الحامل لعدة أسباب. أول حاجة مش كل السيدات الحوامل بيبقى الشهية بتاعتهم وقت الحمل بتبقى كويسة، بالعكس بيبقى في أوقات أول 3 شهور من الحمل بيبقى مصاحب ليه بعض الأعراض زي القيء زي الغثيان، وبالتالي السيدة ما تقدرش تتناول الأطعمة اللي هي مفيدة أو مغذية أو فيها نسبة فيتامينات، وبالتالي بيضطر إن إحنا أوقات نعطي إحنا الفيتامينات دي عن طريق أقراص وعن طريق يعني بعض اوقات كمان بتبقى السيدة الحامل يمكن في الاشهر الاخيرة او في فترات الحمل بيبقى فيها نقص مثلا من حاجات مواد غير الفيتامينات زي مواد زي الكالسيوم، طريقة التغذية بتاعتها ما بيكونش فيها حاجات زي الجبنة زي الزبادي زي اللبن البيض، كل الحاجات دي بيبقى برضو فيها كمية فيتامينات وكمية كالسيوم مطلوبة، يمكن بيبقى فيها نوع من انواع النقص في التناول او يعني مش فاهمه القيمه الغذائيه بتاعتها، ففي اوقات بنضطر ان احنا ندي الحاجات دي على صوره مركبات او صوره ادويه من الخارج. بصفه عامه يعني بطبيعه الشعب المصري يمكن النوعين اللي بينقصوا من الغذاء بشكل محدد في فتره الحمل هم نوعين طبعا بجانب الفيتامينات الحديد والكالسيوم، ودولت في اوقات كتيره جدا بنضطر ان احنا نديهم على صوره فيتامينات بتتناولها السيده وبنوصفها لها فتره الحمل بحيث ان هي تمنع نقص الحديد ونقص الكالسيوم اللي هم عنصرين هامين اثناء فتره الحمل. النظام الغذائي المناسب زي ما قلنا بيبقى فيه قواعد عامه، البروتينات دي حاجة مطلوبة، والبروتينات دي يعني موجودة ايه؟ موجودة في حاجات زي اللحوم، اللحوم الحمراء موجودة في الفراخ في الدواجن، يعني في بروتينات من اصل نباتي، يعني في حاجات موجودة في الفول في العدس، كل دي مصادر للبروتينات وكلها مطلوبة ومطلوب الاكثار منها في فترة الحمل، يعني مش لازم بس تكون مجرد لحوم او اسماك او دواجن، انما برضو الحاجات اللي من اصل نباتي مطلوبة ويمكن الجسم يتعامل معاها بشكل سهل وبيقدر القدرة على الامتصاص والهضم والاستفادة منها بشكل عالي قوي، وزي ما قلت دي موجودة العدس والفول الكلام ده كله فيه نسبة بروتينات عالية قوي، كل ده بيبقى مطلوب أثناء فترة الحمل الزيادة منه.
مطلوب كمان الاكثار من انواع معينه زي الحاجات اللي بتحتوي على كميات كالسيوم اللي موجوده في اللبن، وفي يمكن سيدات ما بيكونش عندهم القدره على تناول اللبن بشكل منتظم، او يمكن بالذات في فتره الحمل للاعراض المصاحبه ليه، يمكن ما كانش اللبن مناسب ليها او ما بتستسيغوش، ممكن بنقول لها في جبنه، ما كانش في جبنه يبقى في زبادي، انما كل في بيض. والبيض برضه مفيد، يعني ماهوش برضه في بعض الاوقات بيبقى فيه زي ما تقول معلومه ما بتكونش دقيقه ان هو البيض لا يجب الاقلال منه او عدم تناوله في فتره الحمل، لا بالعكس، يمكن في برضه بعض الاوقات تقول اصله بيعمل زلال، لا الزلال اللي بينزل في البول ده ملوش دعوه خالص بمساله البيض. اي بروتين بيبقى فيه جزء من الزلال وده مطلوب في الحمل. يمكن في بعض السيدات بننصح ليهم بالاقلال من المواد الكربوهيدرات والسكريات، بالحاجات اللي هي النشويات زي الرز المكرونه، اللي هم عندهم استعداد ان يحصل نوع من انواع التغير في الجسم وقت الحمل وبينتج عنه نوع من انواع سكر بنسميه سكر حمل. سكر الحمل ده اللي هو ان نسبه السكر في الدم بتزيد فتره الحمل، ويمكن بيزيد في الجزء الثاني من الحمل، يعني من اول الشهر الخامس السادس يبتدي نسبة السكر في الدم بتعلى، وبعد الحمل والولادة ما تخلص ترجع السكر بيبقى طبيعي، ده بنسميه سكر الحمل. الستات اللي هم عندهم عرضة لكده احنا بنبقى عارفينهم لانه ليهم اعراض معينة وبيبقى موجود غالبا سابقة مرضية ان عندها سكر حمل قبل كده، ده بننصحهم بالاقلال من النشويات والحاجات اللي هي السكريات الحلويات الكتير، ده بننصح ان هم يقللوا منه. زي ما قلنا قبل كده المواد اللي هي الحاجات الفريش، الخضار طبعا بعد ما تغسل كويس، الفاكهه بتبقى بتحتوي على كميه من الفيتامينات، في حاجات مثلا مواد في الخضار مثلا زي السبانخ بيبقى فيه نسبه حديد كويسه، الحاجات اللي زي الجرجير بيبقى فيها نسبه حديد بشكل كويس، ويمكن الاكثار من هذه المواد اثناء الحمل بيبقى مفيد. في سيدة بنصر أو بنطلب منها الإقلال من تناول الحاجات اللي ممكن ترفع ضغط الدم أثناء الحمل، وهي بيكون عندها عرضة أكثر من غيرها إنه يحصل لها ارتفاع في ضغط الدم، ويمكن لو ضغط الدم ما كانش في المستوى الطبيعي وابتدى يزيد وبالذات في الجزء الأخير من الحمل ممكن بيخش في مرحلة تانية بنسميها مرحلة إنها دخلت في تسمم الحمل اللي هو ارتفاع ضغط الدم وصاحب ليه تورم في الجسم وزلال في البول. السيدات دولت اللي هم عرضه للكلام ده بننصحهم بالاقلال من تناول الحاجات الحوادق، اللي بنقول لهم قللوا الملح بتاع الاكل، الحوادق بلاش، الحاجات اللي فيها مواد حريفه، الشطه، الكلام ده كله بيساعد على ان الضغط الدم بيعلى، فدولت بننصحهم بالاقلال من المواد دي. فاذا في نظام غذائي بيبقى نقدر ان احنا نقول لمعظم السيدات الحوامل، وفي بعض سيدات بننصح ليهم بحاجات معينه زي السيده اللي عندها عرضه لارتفاع ضغط الدم، السيده اللي عندها ان هي بتكون معرضه لان نسبه السكر في الدم تزيد، او السيده اللي عندها سكر وبتكون حامل، بننصح ليها طبعا بنظام غذائي بيبقى مشابه للنظام الغذائي اللي هي بتمتنع فيه او بتقلل من اكل السكريات والمواد النشويه، طبعا مش بنمنحها خالص انما بيبقى ينصح الاقلال فيها. فكل الحاجات دي لازم بيبقى الطبيب طبعا المعالج واخد باله من كل الحاجات دي علشان يقدر ينصح السيده لانسب طريقه وانسب غذاء اثناء فتره الحمل. هل الاطعمه الحريفه والتوابل مضره اثناء الحمل؟ يمكن السؤال اللي هو الاطعمه الحريفه اثناء فتره الحمل، اول حاجه الاطعمه الحريفه بصفه عامه يعني الفوائد الغذائيه بتاعتها ما بتكونش عاليه، وسواء الحمل او يعني مع الحمل او قبل الحمل او بعد الحمل، ويمكن بالعكس ليها اضرار، يعني الاضرار المواد الحريفه يمكن بتاثر على المعده، بتعمل نوع من انواع التقرحات اللي ممكن تقلب بقرحه في المعده او الاثنا عشر، الهضم بتعمل نوع من الارتباك وبطء في الهضم. بالنسبه للسيده الحامل اللي يزيد على كده ان المواد الحريفه والحاجات اللي فيها نسبة الملح عالية دي بتعمل نوع من انواع بتؤدي الى اختزان جزء من السوائل زيادة عن حاجة الجسم، وبتؤدي الى تورم الى حد ما في القدمين، ممكن تورم في الاصابع، ممكن تورم في الوجه وحوالين العينين، وممكن المرحلة اللي بعد كده ان هي تبتدي
تؤدي الى رفع في ضغط الدم. وعلشان كده بصفة عامة بننصح كل السيدات بدون استثناء الاقلال من المواد الحديثة ومن الاطعمة اللي بتحتوي على نسبة من الملح عالية قوي، لان ده بالنسبة لكل السيدات بدون استثناء بيبقى مفيد. طبعا في سيدات بنصر بقى على ان الحاجات دي تبقى في اقل نطاق ممكن، زي السيدات المعرضة لارتفاع ضغط الدم زي ما قلنا قبل كده. الحاجات اللي فيها شطة، الحاجات اللي فيها بهارات زيادة عن اللزوم، الحاجات السمك المملح، كل الكلام ده بيدخل تحت نطاق المواد الحثيثة. كل الكلام ده بيشترك فيه نفس الأعراض اللي أنا قلتها ونفس الأضرار اللي بتسببها أثناء فترة الحمل. هل هناك فائدة في كسرة سوائل أثناء الحمل؟ وهل الكافيين له أضرار أثناء فترة الحمل؟ بالنسبة للسوائل أثناء فترة الحمل، هناك نصيحة يعني بنقولها للسيدة الحامل، إن السوائل أثناء فترة الحمل مطلوبة والإكثار منها مطلوب، وده لكل السيدات، ويمكن في سيدات أكتر من غيرهم بنطالبهم بالزيادة من السوائل، بس طبعا لازم نحدد أنواع السوائل. يعني بصفة عامة السوائل اللي هي العصائر الطبيعية ده بيكون مطلوب منها، العصائر اللي بتحتوي على نسبة عالية قوي من السكر دي مطلوب الإقلال منها، السوائل الغازية اللي فيها الغازات دي بتؤدي إلى بعض الانتفاخات وبعض الاضطرابات في الهضم، ودي برضو مش مطلوبة. في بعض السوائل يعني زي مثلا شرب الشاي، شرب القهوة، الحقيقة يعني المواد اللي بتحتوي على نسبة من الكافيين ويمكن بالذات القهوة مطلوب الإخلال منها، ويمكن في بعض سيدات بنطلب منهم الامتناع نهائي، وخصوصا بقى إذا كان مصاحب ليهم تدخين. طبعا التدخين غير مطلوب بالإطلاق لا قبل الحمل ولا بعد الحمل، إنما لما يكون كده بنطلب منهم الإخلال من شرب المواد اللي بتحتوي على كافيين زي الشاي زي القهوة. بقية أنواع العصائر الحقيقة مطلوبة، السوائل زي المية مطلوبة إنها تشرب السيدة مقدار لا يعني ما يقلش عن لتر ونص لترين، على الأقل 2 لتر يمكن أكتر 3 لتر أثناء الحمل. ليها فوائد كتيرة قوي، أول حاجة بتحسن الدورة الدموية بصفة عامة، بتحسن الدورة الدموية للكلى، وبتساعد على إضرار لكمية طبيعية من البول، بتساعد على إن بتغسل المنطقة بتاعت الحالب والمثانة بحيث إنها تمنع ترسب الأملاح، تمنع اللي هو ظاهرة بتحصل أثناء فترة الحمل عند الإقلال من السوائل، إن هي البول بيجي يترسب أو يحصل فيه نوع من أنواع الاستيزيس، أو إنه الدورة بتاعته ما بيكونش بشكل طبيعي، وبالتالي ده بينتج عنه نوع من أنواع الالتهابات نتيجة إن البكتيريا بتبتدي تهاجم الأنسجة دي اللي ما فيهاش حركة مستمرة وحركة البول بشكل طبيعي، ويبتدي يحصل التهابات في الحالب والتهابات في الكلى. ودي على فكرة من الحاجات اللي هي شائعة الحدوث أثناء الحمل، وأحسن طريقة علشان نتجنب حدوثها هو تناول السوائل. ويعني يعني حتى لما نقول السوائل زي ما قلت المية في حد ذاتها تكفي، يعني إن السيدة تشرب كمية معقولة جدا من المياه طوال فترة الحمل ده حاجة مطلوبة وفي كل السيدات الحوامل. هل يختلف نوع الغذاء في فترة الحمل الأولى عن شهور الحمل الأخيرة؟ الغذاء بالنسبة لنوعيته في أول 3 شهور في الحمل بيبقى ليه مواصفات خاصة. أول 3 شهور من الحمل السيدة الحامل بيبقى عندها بعض الأعراض زي الغثيان، زي القيء، زي فقدان الشهية للأكل، وده طبعا بيخلينا احنا نبقى في وصف الأطعمة نفسها بنبقى مقيدين شوية، لأن مش أي أكل أو أي نوعية من الغذاء بتبقى عندها ست شهية. يعني مثلا السيدات كتير في أول 3 شهور بيبقى قدرتهم على تناول الحاجات اللي فيها نسبة من الكالسيوم زي اللبن بتبقى شهيتهم ما مش ما بيرفضوا أو ما بيكونش عندهم القابلية إن هم يتناولوا اللبن. كذلك بعض الأطعمة اللي فيها بروتينات بتبقى القدرة على التناول بتاعها في أول 3 شهور الحمل بتبقى قليلة. يعني إحنا بنقول في أول 3 شهور الحمل بيبقى دايما الأطعمة اللي هي محببة للسيدة الحامل طول ما إن ما فيهاش ضرر، يعني الحاجات اللي هي الحاجات اللي زي الجبنة، الحاجات اللي هي زي الزبادي، الجزء من البروتينات، إذا كان البيض بيجي لأن في سهل، كل الكلام ده بيبقى مطلوب. بعد أول 3 شهور بيحصل تحسن تدريجي في الشهية بالقيء وأعراض اللي هي اللي بنسميها احنا الوحم بتاع أول 3 شهور في الحمل بيقل وأوقات بيختفي خالص، وبالتالي القدرة على التناول مثل هذه الأطعمة بيزيد، وبالتالي بنبتدي احنا ننصح الست الحامل بالإكثار من تناول
المواد الغذائية زي الخضار زي الفاكهة زي اللحوم زي الحاجات اللي فيها بروتينات نباتية زي الفول زي العدس، كل الكلام ده بتقدر تستوعبه بعد أول 3 شهور وبشكل كويس. وفي نفس الوقت الحركة نفسها بتاعة الأمعاء بتكون ابتدت ترجع لطبيعتها بشكل أحسن، لأن طبعا أول 3 شهور بيحصل فيه نوع من التغيرات بيساعد أو بيخلي السيدة الحامل غير قادرة على تناول الأطعمة المناسبة وبكميات مناسبة. هل التمارين الرياضية مهمة أثناء فترة الحمل؟ الحقيقة التمارين الرياضية يمكن ده سؤال، يعني هو سؤال كويس، اللي هو هل السيدة الحامل المفروض إنها تمارس بعض الأنشطة الرياضية ولا لأ، وإذا كان إيه الأنواع دي. الحقيقة النشاط الرياضي دايما مطلوب سواء في الحمل أو قبل فترة الحمل، بس إحنا في فترة الحمل أي نوع من أنواع الأنشطة الرياضية اللي هي لا تتطلب مجهود عنيف، يمكن أبسط أنواع الرياضة وأحسنها المشي، إحنا بننصح كل السيدات الحامل بالمشي طبعا إلا إذا كان ليها ظروف خاصة، يعني مثلا السيدة اللي هي عندها ارتفاع في ضغط الحمل بننصحها دايما بالراحة، السيدة اللي بيكون عندها نوع من أنواع الإجهاد المنزل أو بعض إن الدم بينزل نتيجة إن المشي ما بيكون موجودة في مكان غير طبيعي، ده بننصحها بالراحة التامة. إنما معظم السيدات الحوامل بننصحهم إن هم المشي، وبالذات المشي ده بيبقى مطلوب كرياضة وكإكسرسايز، بيبقى ليه تأثير ممتاز على حاجات كتيرة جدا، بنشط الدورة الدموية، بيساعد على إن التورم بتاع القدمين يختفي، بيساعد على إن الحاجات كتيرة قوي. ويمكن بيبقى في اخر اشهر الحمل او بالذات في الشهر الاخراني يمكن بنطالب السيدات ان هم يتمشوا، لان المشي كرياضه بتساعد على ان الاربطه نفسها بتاعت الحوض بيحصل فيها نوع من انواع المليابيليتي او ان هي الالاستيستي بتاعتها، درجه الليونه بتاعتها بتزيد، وده بيساعد على انه اوقات الجزء او الراس بتاعت البيبي تبتدي تخش في الحوض، وده بيساعد في عمليه الولاده وبيحسن من فرص نسبه الولاده الطبيعيه. طبعا يمكن ده بالذات في اخر الشهر. طبعا في تمرينات بتبقى زي الحاجات زي الايروبكس وحاجات زي كده يمكن ما بننصحش بيها قوي، انما بصفة عامة اي تمرين رياضي بسيط بدون عنف، بدون يعني ما يكون في استخدام جامد قوي للعضلات، ده مطلوب. في تمرينات بننصح بيها بعد الولادة، يعني اللي هي التمرينات بنسميها تمرينات البطن، طبعا يعني بيحصل تغيرات على العضلات اللي موجوده في البطن بتاع السيده الحامل بينتج عنها نوع من انواع الترهلات، وبحيث ان هي بيبقى البطن نفسها بعد الولاده بتبقى فيها ترهل. طبعا السيده الحامل بعد ما تولد بتبقى متخيله ان البطن هترجع للشكل الطبيعي على طول، لا ما بيحصلش كده، لانه العضلات نفسها بيحصل فيها درجه من الترهل. هنا بقى بنقول ان التمرين بتبقى مفيده زي تمارين البطن. تمارين البطن دي يعني في انواع القواعد اللي بننصح بيها اي سيدة علشان الحمل يبقى سليم وتنعم بفترة حمل وان شاء الله ولادها تكون سليمة. اول حاجة يعني في يمكن حاجة جديدة او هي مش جديدة، اللي هو استشارة الطبيب يمكن حتى قبل الاقدام على الحمل. يعني مثلا في اوقات حتى بنقول في نصائح ما قبل الزواج، على اساس ان في لو في أمراض وراثية، لو في بعض العيوب اللي ممكن تفاديها، لو في بعض نظام غذائي السيدة تكون محتاجاه طوال فترة الحمل بننصحها. السيدة اللي عندها مرض السكر لازم نسبة السكر تكون مظبوطة يمكن قبل الإقدام على الحمل نفسه. أثناء فترة الحمل أهم حاجة إن هي اتباع نظام غذائي سليم بعد اشراف الطبيب المتخصص، لان هو بيبقى اقدر الناس طبيب امراض النساء والولاده على النصح، وانه يقدر يوصف للسيده
او يشرح لها على طبيعة الغذاء المفيد، وبالذات يمكن في السيدات اللي ليهم بعض المشاكل الخاصة. انما بصفة عامة لمعظم السيدات الاكثار من السوائل، الاكثار من تناول الخضار والفاكهة، الاكثار من تناول البروتينات سواء البروتينات الحيوانية، اللحمة، الدواجن، السمك، الحاجات البروتينات النباتية زي الفول زي العدس، الإقلال من المواد الدهنية والحاجات اللي هي بتكون يعني فيها نسبة دهون أو كتيرة، الإقلال من الحوادق، الإقلال من المواد الحريفة، الإكثار من تناول السوائل، الإقلال من شرب الشاي والقهوة والمواد التي تحتوي على كافيين أو المواد الغازية أثناء فترة